هدد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بدعم تركيا للإرهاب، ودشن الرواد هاشتاغ تركيا الدولة الداعمة للإرهاب، واصفين أردوغان بمجرم الحرب. وأشار المواطنون في تغريداتهم إلى التساؤلات عن عدم تناول الإعلام لعلاقة حكومة أردوغان بداعش. للمزيد ينضم إلينا عبر سكايب من برلين السيد إبراهيم كابان الكاتب الصحفي. أستاذ إبراهيم، أهلا بك على شاشة أكسترا نيوز. يعني بداية دعنا نتحدث عن مسألة أردوغان مجرم حرب، هذا ينقلنا إلى الحديث عن مسألة اللاجئين ربما وتعامله مع اللاجئين. الآن أردوغان يهدد بإغراق أوروبا باللاجئين عبر بوابتين سوريا وليبيا، كيف تقرأ تداعيات هكذا يعني خطوة؟ تحياتي سيدة إنجي وتحياتي للمشاهدين. بالتأكيد يعني الدولة التركية لا تحتاج إلى أن تنطلق هناك هاشتاجات على أنها تدعم الإرهاب. النظام التركي هو صانع الإرهاب في الشرق الأوسط وداعمه ومدربه. يعني عندما ننظر إلى الشمال السوري سنجد أن هناك مساحة كبيرة من الأراضي حولتها تركيا إلى بؤر للمتطرفين والإرهابيين وتدريبهم وتصديرهم ليس فقط إلى ليبيا إنما إلى بعض الدول العربية الأخرى وصولا إلى الاتحاد الأوروبي. لهذا أعتقد يعني التلويح الدائم للرئيس التركي أو الدين السوري هو بحد ذاته يظهر للعالم ما هو طبيعة البازار أو الصفقات التي يعقدها أردوغان على حساب الشعب السوري، على أن هذا الشعب هو مجموعة إرهابيين سيتم إرسالهم إلى الاتحاد الأوروبي وتهديد أمن أوروبا بهم، فيما إن الشعب السوري أو اللاجئين السوريين هم الجيدين هنا في ألمانيا، الذين حقيقة الدولة الألمانية دائما أو الدول الأوروبية بشكل دائم تقول أفضل اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، لكن دائما أردوغان هو مؤكد جزء من المنطقة الكردية في الشمال السوري بعد احتلال محافظة إدلب وتدريب المتطرفين من القاعدة وتجميع الدواعش في هذه المنطقة واستخدامهم في حرب ليبيا لتدمير ليبيا. بالتأكيد سيكون هناك يعني هذه الورقة التي يستخدمها أردوغان بشكل دائم في تهديد أمن أوروبا وأمن الدول العربية. طيب ذكرت ألمانيا تحديدا، يعني صحح لي إذا كنت مخطئة، أن أردوغان يأخذ من ألمانيا يعني 6 مليار يورو ليمنع هجرة اللاجئين إليها، يعني هذا استنزاف بالطبع للدول الأوروبية، ولكن يعني مع هذه التصاعدات الجديدة يعني كيف برأيك ستكون ردود الأفعال الأوروبية لمنع هكذا خطر؟ يعني الاتحاد الاوروبي دول الاتحاد الاوروبي تدرك مدى خطوره التهديدات التركيه لارسال المتطرفين، المساله تتعلق بتدريب المتطرفين، يعني هنا في الاتحاد الاوروبي وخاصه المانيا تدرك مدى علاقه الدوله التركيه مع المتطرفين جبهه النصره واحرار الشام وعموم القاعده وفرقه سرطان مراد الارهابيه المتطرفه في الشمال السوري، تدرك اوروبا علاقه تركيا معها او تدريبها او تجهيزها، لهذا اوروبا يعني تخشى دائما من هذه المساله وتحاول اسكات تركيا مرحليا. لماذا مرحليا؟ تعتقد اوروبا ان المساله ما هي مرحليه، ان علاقه تركيا في مع الارهابيين او استخدامهم ستكون مرحليه بحكم اردوغان لا يبقى بهذا الشكل وبهذه القوه داخل تركيا، وستكون هناك تغييرات ديمقراطيه داخل تركيا فوق سلطه اردوغان، وايضا ستكون هناك ضغوطات ايضا من المجتمع الدولي على تركيا لاجل سحب البساط من تحت ارجل اردوغان ونظامه كي يتوقف عن دعم المتطرفين. يعني اوروبا تنادي بوقف الحرب في ادلب ليس من اجل المتطرفين الارهابيين الموجودين في ادلب، لا، انما القصه او المساله هي الارهابيين عندما يخرجون من ادلب سيتجهون بشكل مباشر الى الاتحاد الاوروبي من خلال تركيا ترانزيت التركي او الى ليبيا. الارهابيين الذين احتلوا مناطق السوريه تريكانيه، الابيض، عفرين، الباب، جرابلس، عزاز، ادلب، هذه المجموعات اذا سحبت من سوريا سيستخدمها اردوغان لمصالحه الاستراتيجيه الاخرى، ربما يكون في دول عربيه اخرى او في اتحاد اوروبي او تهديد امن اقليمي، وهو واضح من خلال تهديدات الرئيس التركي علنا وجهارا دون ان يحترم مساله الحدود، يحترم مساله المجال الاقليمي لتركيا البحري، دون ان يحترم الدوله السوريه، السياده السوريه التي هي دوله في جامعه العربيه ودوله رسميه في المنطقه، ولكن النظام التركي دائما يعتمد على التهديد على الاتحاد الاوروبي وخاصه المانيا في مساله ارسال الارهابيين. من هم الارهابيين؟ الحقيقه هم القاعده الذين دربتهم سلطان مراد، جبهه النصره، احرار الشام، جماعه اخوان المسلمين الارهابيه التي تقود كل هذه الجماعات.
طيب أستاذ إبراهيم، يعني عندما نتحدث عن رد الفعل الأوروبي أو ربما عندما نبحث عن رادع لهكذا تصرفات لأردوغان، يحضرني أن أسألك عن ربما ابتزاز تركيا لأوروبا. هل ربما على سبيل المثال خط تناب للغاز يعني يمكن أن يكون عامل لإضعاف موقف أوروبا تجاه هذه الانتهاكات بشكل أو بآخر؟ أنا أعتقد ذلك أيضا، لأنه بحكم يعني الغاز الأوروبي كان يأتي من روسيا، والحنفية كانت بيد موسكو. الآن موسكو لديها علاقات أصبحت لنقل استراتيجية مع تركيا، لهذا يعني هناك مخاوف في الاتحاد الأوروبي من مسألة أن الغاز، إيصال الغاز أو تلاعب تركي في المنطقة بحر المتوسط أو مسألة وصول الغاز إلى أوروبا. لهذا يعني أردوغان يملك أجندة بالإضافة إلى إرهابية، يملك التعاون مع روسيا. يعني كان هناك ربما توجه أوروبي في الأعوام الماضية بفتح خط غاز آخر بمختلف عن روسيا وأيضا عن تركيا، ولكن لم تنجح في ذلك بحكم بقاء النظام السوري في سوريا على رأس الحكومة، وأيضا التدخل الروسي بشكل مباشر في المنطقة، السياسة الرديئة الأمريكية الممارسة التي يعني انسحبت ثم عادت ثم انسحبت ثم دخلت الآن في هوج مع إيران. أعتقد كل هذا يعني لأوروبا حسابات استراتيجية دائما، وخاصة تطورت هذه الحسابات. تركيا الآن أصبحت تهدد يونان، تهدد قبرص، تهدد بحر المتوسط دون أن يملك قوة. يعني تركيا لا تستطيع فعل شيء، ولكن هي تهدد بحكم روسيا تعطيها الضوء الأخضر من أجل سحب البساط من تحت حلف الناتو وسحب تركيا من حضن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. هذه المخاوف بالتأكيد لدى الاتحاد الأوروبي، هذه المخاوف. وهناك أيضا حالة تشرذم داخل الموقف الأوروبي، هناك موقف إيطالي متشرذم، موقف ألماني مختلف عن إيطالي، موقف فرنسي مختلف عن بريطاني. أيضا هذه المواقف المختلفة يأتي لتركيا انطباع أن تلعب تركيا بشكل أوراق التي تملكها. هل هناك دولة تهدد الاتحاد الأوروبي بأنها سوف ترسل الإرهابيين؟ أردوغان يظهر بشكل علني، يعني الصحافة الأوروبية تتحدث أن أردوغان يهدد بشكل علني أنه سوف يرسل الإرهابيين. إذا تركيا لديها علاقات مع الإرهابيين، تركيا تدرب الإرهابيين، تركيا تسلح الإرهابيين، عندما تقول سوف أفتح الباب لإرسال المتطرفين إلى الاتحاد الأوروبي. هذه بحد ذاتها يعني هي معادلة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وهناك لغط داخل الاتحاد الأوروبي، وهناك موقف أنا برأيي موقف منافق داخل الاتحاد الأوروبي. لم تتحرك أو لم يتحرك الاتحاد الأوروبي باتجاه معاقبة تركيا بشكل أكثر قوة، لأن أوروبا تملك أجندات وآليات وأدوات قوية جدا في محاصرة تركيا. لماذا لا تتحرك أوروبا؟ هنا تكمن السر. أنا أعتقد حالة تشرذم داخل الاتحاد الأوروبي، وبنفس الوقت التهديدات التركية العلنية، فيرسلون الإرهابيين إلى أوروبا لتدمير الأمن والاستقرار في أوروبا، يقولها أردوغان علنا. طيب أستاذ إبراهيم، يعني في ظل كل هذه المعطيات، ألا ترى أن ردود الأفعال الأوروبية ضعيفة بعض الشيء في مقابلة ردع أردوغان وتصرفاته في المنطقة؟ يعني طبيعة السياسة الأوروبية هي مرنة بطبيعة الحال، هذا يعني نستدركه ونفهمه بشكل جيد، هو سياسة مرنة باتجاه أي دولة، أي نزاع في الشرق الأوسط، ولكن لهذه الدرجة أعتقد هو خطأ سيرتكبها الاتحاد الأوروبي، لأن السياسة المرنة مع إرهاب متصاعد في المنطقة التي تحيط بأوروبا، أوروبا تملك أجندات، تملك آليات عسكرية وقوة، تملك آليات اقتصادية، أوروبا تستطيع تدمير اقتصاد تركيا أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية، معظم الشركات الأوروبية متواجدة في تركيا، وهناك يعني تفاهم اقتصادي أوروبي تركي سابقا، لهذا تركيا تملك أوروبا تملك أجندات قوية ضد تركيا، ولكن لماذا يعطون الفرصة لأردوغان؟ لماذا يعطون المساحة لأردوغان حتى يتلعثم في المنطقة ويحثو فساد في المنطقة؟ هذه ما لا يفهم من المرونة الزائدة في الاتحاد الأوروبي. أنا أعتقد هو نفاق وليس هي سياسة، ممارسة السياسة ليس بهذا الشكل. يعني يظهر الرئيس التركي ومسؤولين الأتراك بشكل عالي يهددون أمن أوروبا بالإرهابيين، أي إنهم يقولون نحن ندعم الإرهاب بشكل علني وسنرسلها إلى أوروبا. مقابل هذه التهديدات، المرونة الأوروبية الغير طبيعية، الهدوء التام، التعامل مع الوضع بشكل طبيعي، ليس هناك سحب للسفراء، ليس هناك تهديدات، هو فقط الحديث عن الديمقراطية داخل تركيا. فهل بقي ديمقراطية داخل تركيا؟ ليس هناك ديمقراطية، تركيا أصبحت في نفق مظلم تماما. أصبحت تركيا مؤسسة عسكرية وأمنية وحزبية لدعم المتطرفين في المنطقة. يعني المسألة منتهية. أنا أعتقد تركيا أسوأ من إيران في دعم أذرع الإرهابيين في المنطقة. أذرع تركيا أصبحت كأذرع إيران
لدعم المتطرفين من طرابلس الى قطر الى الشمال السوري الى الشمال العراقي الى مكان ربما في البلقان ايضا اليد لتركيا في دعم المتطرفين. تركيا اصبحت كتله لدعم المتطرفين لدعم الارهابيين في تدمير المنطقه. واوروبا لها يعني هو ببساطه بهدوء التعامل الاوروبي مع الحدث والنعم السياسه الناعمه. المرونه الاوروبيه ربما هي التي يعني ليست فعالة بالشكل الكافي. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ إبراهيم كبان الكاتب الصحفي، كنت معنا من برلين.